السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن ورق الغار، ورق شجرة من فصيلة الغارية. من فوائد هذه هذا الورق يذهب الوساوس، طبعا رائحته زكية، يذهب الوساوس والصرع مطلقا، وأيضا أوجاع الظهر والمفاصل. وقيل أن استعماله أو الاختسال به، يعني التنقيع بالماء واختسال، يبطل السحر. قد جرب في استعمال هذا ورق الغار للسحر، بارك الله فيكم.